قصة محافظة البصرة 86 مدرسة من مشروع الألف مدرسة النموذجية في عموم العراق. هذا المشروع يحظى باهتمام دولة رئيس الوزراء ومتابعة مباشرة واهتمام مباشر من قبل السيد الأمين العام لمجلس الوزراء من خلال المتابعة اليومية على كاميرات الموجودة في جميع المواقع، وكذلك اللقاء الأسبوعي مع الفرق المتابعة في المحافظات كافة لمتابعة سير العمل وكذلك تحديد المشاكل ومعرفة المشاكل التي تعيق المشروع ووضع الحلول المناسبة لها أول بأول. اليوم تم افتتاح مدرستين في محافظة البصرة 12 صف و 24 صف حسب الخطة المعدة من قبل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع العلم أن أغلب مواقع البصرة هي في طور الإنهاءات والإنجاز. سيتم إنجاز المشروع في عموم العراق في هذا العام حسب الخطة المعدة من قبل الدائرة. اليوم تم افتتاح هذه المدرسة في محافظة البصرة بحضور السيد مدير دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشركتنا ماضية في إنجاز المدارس الأخرى وسيتم تسليمها في مواعيدها المحددة وحسب الضوابط المتفق عليها ضمن الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين. نحن اليوم في افتتاح مدرستين في مركز البصرة وفي قضاء أم قصر بحضور السيد ناظم مدير المشروع الوطني للأبنية المدرسية النموذجية. حصة البصرة 86 مدرسة من مجموع 1000 مدرسة في العراق. حاليا تم إنجاز مدرستين من مجموع 16 مدرسة محتمل إنجازها خلال شهر كامل إن شاء الله.